مشاهدي قناة شوفت دي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط. نخليكم مع حالة اختفاء شاب أيوب العسري اللي اختفى في ظروف غامضة من بعد ما الحالة النفسية ديالو، كما كتقول الأم ديالو، أنه ولات عنده اضطرابات نفسية ودته للمستشفى باش تلقى العلاجات الضرورية، ولاو كيعطيوه واحد الدواء باش يخفف عليه ويخفف على المعاناة النفسية ديالو، لكن للأسف كان كيرفض داك الدواء ما تياخدوش، حتى تزادت الحالة ديالو واختفى في ظروف اللي ما عرفوش لا فين مشى وما عندهم عليه حتى شي خبر. وكتقول الام ديالو، انا يا ما خليت فين قلبت عليه وبقى ليا الا انني نطلب من خوتي المغاربه انهم يبارطاجيو لا فيديو باش يوصل للناس اللي تعرفوا على ايوب. غنحاولوا اننا نقربوا الصوره ديال ايوب، واللي عرفوه يتواصل مع الام ديالو في رقم الهاتف اللي هو 06 84 03 43 84. أخليكم مع الأم ديالو اللي تعطينا عليه معطيات. الله يصبرك، الله يكون غير خير إن شاء الله. عاودينا على أيوب النهار اللي خرج، كيفاش كانت الحالة ديالي وذاك الأسبوع؟ الأسبوع اللي خرج فيه أيوب كان مريض، كان مريض قبل، وداكشي المهم كما غاتكم الأخت ديالي، أخت كما قلت لك عاودت لكم دابا الدواء وداكشي. المهم ايوب ما عرفش انا مالو، ما عرفش انا بنفسي مو ما عرفتش مال ولدي. داك النهار ما تخاصم مع حتى شي واحد، سيمانه دوز عمرو، ما داك النهار ما تخاصم، ما غوت ما حتى شي حاجه، خارج داخل خارج داخل هكا تغد لي ايوب مالك وليدي داكشي، غير هي ما ماليش ما مالي والو. المهم دخل في واحد اللحظه، دخل عندي هكا انا جالسه وجا عندي، قال لي ماما ديما نعس حداك امي، قلت له واخا ولدي طلع نعس حدايا. المهم تكا شويه حدايا وانا تخرج، خرج طلع للسطح، المهم طلع للسطح هبط هبط هي هذيك خرج، عاوتاني دخل شويه، المهم خارج داخل خارج داخل باش نعرف ماله، ما عرفتش ماله. ما دابز ما حتى شي ولد، ما مدابز ما حتى شي حاجه، جاتو ديك الحاله ما عرفناش كيفاش نفسانيا ديالو، ما عرفناش شنو. انا معاه مزيان ما تخاصمش مع مالف، زعما يقول لك يعطيني الفلوس انا نعطيه، ما مخسره ليه حتى شي حاجه، اي حاجه بغات نعطيها ليه، واخا نعرف نمشي نتسلف وداك الشيء وتنجيبها ليه، ما نقوليش لا. ما تن هما شاهدين ولد اختي نيت، ما تنتخاصم مع ما والو، دايره زعما واحد معزه بيني وبينه ما نصوريش، ولكن في الاخر ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش شنو بيه، ما عرفتش دينار السبيطار هذاك ديال المستشفى ديال برشيد تمايا، مشينا بعدا ديال الرازي، قالك ما كايناش البلاصه، ما عندناش البلاصه وداك الشيء، ما عندناش الدنيا عامره، ما عندنا كي نديرو ليه. مشينا سولنا ديال الفلوس زعما باش يقبطوه ديك الليله، وهذا غير لا ما تنقبطوش التقاده ديالو، التقاده ديالو حنا ما تنقبطوش، نقبطو الناس الكبار. هي هذيك بقينا هكا، عاد واحد السيد شاف واحد الطبيبه تيعرفها في برشيد، عاد دينا حتى لتمايا ودينا هي بالحيله، حتى مشى لتما عاد حس براسو بين ما راه هو في السبيطار. المهم الحمد لله عطاو الدواء ولا لاباس، جا الشهر ديالو دخل، جا هي هذيك تيدخل البيت راه عنده بوحدو، زعما حتى حد ما معاه تيناس بوحدو تما هذا. المهم اش نقولك، في الاخر ما عرفتش الولد ماله، دوزنا ليه دوزنا ليه، خدينا الدواء، راه الوريقات ديالو كاين ديال الدواء وكلشي، شريناه ليه تيشربو المره الاولى وثاني المره الثانيه، صافي نهار ثلاث ايام ما باش يشرب الدواء ديالو، بقى خارج خارج داخل خارج. صافي هي هذيك في العيد الكبير، موالف الولد تيكون ناشط في العيد الكبير، تيدير مع الدراري الريوس ويضحك معاهم وكلشي، داك النهار داك النهار ما بغاش، صافي الولد ما بقى تيهضر مع حتى شي واحد في الزنقه، عطاهم اتساع باش عرفنا ماله، ما عرفناش، جاتو طجه وحده ما عرفناش داك الولد اشنو طرا عليه، دابا الان ما عرفتش شنو. قلبنا عليه وداك الشيء، مشينا للمحمديه قلبنا تما، غنا راه كان جالس هنايا راه هذا، هي هذيك شويه مشينا عاوتاني رجعنا باش نشوفو، غنا ودي ما بقاش يبان لينا هنا نهائيا، باش عرفت الظروف ديالو، ما عرفتش الولد، ما خصو حتى شي حاجه، والولد رياضي عنده التيكواندو، عنده صمتك على، وكان تيدير التكوين زعما، ما نقولكش على داك الولد زعما، كلش الناس عزيز عليهم، ما تيدابز داخل سوق راسو بالكل، ولكن انا ما عرفتش هاد الولد شنو طرا لي حتى مشى، ما عرفتش شنو فيه. انا عطمني في منظور تاني، كيف منظور نقرا القران وندير نستغفر الله نقول يا ربي انت اللي عالم به، ما عرفت. جا وقت البرد ديك الرعده الكبيره،
ما نقولكش ما نعس ما جيتو تغر واش مغطي واش واكل اشنو بيه ما عرفتش. حطمني حطمني الا ضحكت بلا هذا راه بالسيف عليا، ولكن ربي العالم نطلب الله اللي شافو يتصل بينا ويعيط لينا في هاد النمرة هادي. تنقولك الله يجي شحال هادي باش مختفي؟ دابا راه 5 شهور باش مختفي. شنو خرج لابس نهار يخرج؟ لابس لابس توني، ولكن انا ما غيبقاش داك التوني لابسه ولا هذا، كان لابس توني. من 5 شهور اللي باش خسرت ما بقى عندكم عليه حتى شي خبر؟ ما لقيناش لنا كاع اختي والو، ما عنده حتى فاش خرج ما عنده لا بطاقه في جيبو ولا ما هز حتى حاجه، لا بطاقه لا تليفون لا حتى شي حاجه والو. خرج في هذا العمر هذا في هذا اللاج في هذا اللاج ديالو ما كانش داير الحياه، هي غتكون دابا يكون داير الحياه، دابا يكون داير دابا يتبدل، دابا يكون تبدل دابا الا غيعقل عليه بعويناتو وعنده واحد الوشمه في يديه في اليد اليسريه وكاتب فيها ناديه، كاتب الاسم ديالي نيت انا، كاتب ناديه في يديه. شنو هي رسالتك للمغاربه اللي كيتابعونا الان؟ شنو تقول تقول لهم باش يعاونوك على تنطلب منهم يعاونوني واللي لقاه في شي محطه وشي ولا في شي مدينه ولا فادي يتصل بيا في هذا العنوان. انا ما عرفتش مشينا قلبنا في الدار البيضاء، مشينا للجديده ما خلينا زعما فين تنقلبوا ما لقيناش هذا الولد، البلاصه اللي مخبي فيها ولا فين فيها ما عرفناش واش حي ولا ميت الله اعلم به. كنتو في المستشفيات؟ مشينا قلبنا لي تما في الدار البيضاء نيت وداكشي في ديك الجمعيات وداكشي شحال هادي شي عام ما جابوا حتى شي واحد غلك دوك الجمعيات وفي ديك ديال الادمان. مشينا درنا بلاغ في الكوميسيريه ودرنا بلاغ في المحمديه نيت تمايا وعطينا تصاورو ديالو وباقي هاد الساعه باقي حتى حد زعما ما غلنا واش كاين لا ما كاينش. امل في الله كبير وان شاء الله ان شاء الله في سماك اخبار الخير يا ربي امين. يا تشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في البحث عن متغيب اللي هو ايوب العسري، شاب اللي خرج في ظروف غامضه واللي كيعاني من اضطرابات نفسيه المفاجئه اللي كتقول الام ديالو ان الابن ديالها كان صحه سلام حتى ولا ما كيطيق حتى شي حاجه، ما تيتقبل حتى شي حاجه وما كتعجبو حتى شي حاجه، يعني كما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا ولات فيه الهجاجيات اللي الله يسترنا داكشي اللي وقع. الله يسترنا ويستركم، نتمنوا انها تلقى وليدها ونتمنوا منكم انكم تحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش انه يقدر يوصل لعدد كبير ديال المغاربه، باش اللي تعرف عليه يتصل بالام ديالو في الرقم الهاتف ديالها اللي هو 06 84 03 43 84 80. كيف ما قلت على انه الا كان كيعيش حاله التشرد راه غادي يكون الملامح ديالو ما بقاتش كيف ما في الصوره، غير العوينات ديالو اللي خدا درين غادي يقدروا انهم يساهموا. عنده ضريبه هنا صغيره هنايا جيت الحاجب ديالو، انه ضربه جات الحاجب، جات الحاجب يعني اللي شاف شي متشرد او لا شي واحد مختل عقلي او لا شي واحد اللي شك انه يقدر يكون هو يتصل بهذا الرقم واجركم عند الله عظيم. شكرا اختي بارك الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم دمتم بخير والى اللقاء.